السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أبناء الطلاب في الصف الأول الثانوي. إن شاء الله في الفيديو ده هنحاول على قد ما نقدر نخلص جزء كبير من يونت 8. هو مش جزء كبير بس هو جزء مهم وجميل وممتع، واحنا بنتكلم عنه. هنتكلم عن ايه؟ عن الحالة الثالثة من اف. مش اول مرة ندرسها، قبل كده درسناها في الصف الثالث الاعدادي. هناخدها النهاردة بس بشكل اكتر توسع شوية، في حاجة بسيطة، وكمان ان شاء الله بدون مقاطعة هنحل الاسئلة. هناخد مع بعض اول جزئية الملاحظات اللي على important language، على جزئية الجرامر، وهنحل ان شاء الله الاسئلة اللي على جزئية الجرامر اللي هي الصفحات اللي موجودة في كتاب الجيم الاضواء. وهناخد كمان life skills، المهارات الحياتية اللي هي بتيجي في جزئية الدايلوج او الميني دايلوج. وهناخد كمان مع بعض الاسئلة اللي على lessons 3 and 4، سواء الكلمات او الجرامر مع بعض لغاية جزئية fill in the space. وان شاء الله ان يعني كان لينا عمر هنقضي ان شاء الله الفيديو ده في كل ده، وهيبقى في فيديو اخر ان شاء الله بعد كده هيبقى عن open general exercises، وكمان جزئية الاسئلة الاختياري ب fill in the space على unit 8 ككل. ده في فيديو تاني ان شاء الله. يلا بينا، بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. نبدأ مع بعض بكل نشاط وبكل حيوية الفيديو بتاعنا. ركزتم؟ جبتوا الكتاب؟ جبتوا ورقكم؟ جبتوا القلم؟ يلا بينا، بسم الله. هنتكلم عن الحالة التالتة من F. F third conditional، هي اسمها F الشرطية، يعني إذا ده موجود هيحصل ده، إذا ده مش موجود مش هيحصل ده. تعالوا نشوف يعني إيه الحالة التالتة من F. شكلها إيه يا مس سارة؟ F زائد had زائد التصريف التالت للفعل، يبقى F لازق فيها مين؟ had والتصريف التالت للفعل. الجهة اللي بعيد عنها فيها فاعل، فيها لا إما would لا إما might لا إما كود. وود أو مايت أو كود، واحدة من دول مش التلاتة، واحدة من دول. زائد إيه؟ زائد هاف زائد التصريف التالت للفعل. خدوا بالكم الجزء اللي جنب إف هاد زائد التصريف التالت، هاد يعني ماضي تام، والجزء اللي بعيد عنها وود زائد هاف زائد التصريف التالت للفعل. وود بيجي بعدها الفعل في المصدر، الفعل في المصدر عندي اللي هو هاف، بس هي شكلها كده وود هاف، هاف ما بتتغيرش، وود هاف زائد التصريف التالت للفعل. طيب تعالوا نشوف بقى الحالة التالتة من اف بتعبر عن ايه؟ مواقف وأحداث في الماضي، بركز على النقط دي قوي، فين؟ في الماضي لم تحدث. يبقى الحالة التالتة من اف بتعبر عن حاجات حصلت؟ لا، مواقف وأحداث في الماضي ما حصلتش أصلا، بس كنا بنتمنى إن دي تحصل في الماضي. زي ايه؟ If you had gone to the cinema، لو كنت رحت السينما with us معانا، you would have enjoyed your time، كان فات وقتك ايه؟ استمتعت بيه. يبقى ايه اللي حصل؟ you didn't go to the cinema، انت ما رحتش اصلا السينما، so you didn't enjoy the film، عشان كده انت ما استمتعتش بالفيلم. طب ايه كمان؟ قال لي حته مهمه قوي، لما وجود كلمه بتدل على الماضي في جمله، اهي زي كلمه yesterday. الله، مش ده ماضي؟ اه، اول ما اشوف الماضي ده كلمه yesterday او علامه من علامات الماضي، يبقى على طول دي الحاله الكام؟ الثالثه، وان كانت الجمله فيها حقيقه. مش احنا قلنا ان لو في حقيقه، هقولها لكم كمان دلوقتي، لو في حقيقه بنتكلم تبقى الحاله الشرطيه الاولى. اه، بس هنا لما يكون في حاجه من علامات الماضي حتى لو الجمله حقيقه بستخدم ايه؟ الحاله الثالثه. if you had put water، لو انت حطيت الميه in the freezer، في المجمد yesterday بالامس، اهي علامه ماضي رغم ان دي حقيقه، it would have turned into ice، هيتحول لايه؟ الميه هتتحول لتلج، ما دي حقيقه علميه، بس انا قلت هنا yesterday، انت لو كنت عملت ده امبارح يبقى علامه ماضي اهو، يبقى اصبحت ايه؟ الحاله الثالثه. هاد بوت كده كده التصريف الاول والثاني والثالث زي بعضه، فمش هيبان الفرق، فهي تصريفها شكل واحد في الثلاث حالات. فهنا هاد زائد التصريف الثالث اهو للفعل، الجهه الثانيه على طول ايه؟ would have زائد التصريف الثالث للفعل. حطينا turned ما هوش فعل شاذ، فعل بيتضاف له ايدي، فتحط له في الماضي ايدي والتصريف التالت للفعل برضو ايدي. تمام؟ طيب عندي هنا without، بدون without studying hard، شلنا اف وحطينا بدلها ايه؟ without. طب without دي بتيجي بعدها ايه؟ قال لي لا، ما بيجيش بعدها جمله. جمله يعني ايه؟ يعني فاعل وفعل ومفعول؟ لا، ما بيجيش بعدها كده، امال بيجي بعدها ايه؟ فعل زائد اي ان جي. يبقى without بدون studying hard، مذاكرة بجد، he wouldn't have passed last year's exams، ما كانش عارف ايه؟ يعدي امتحان السنة last year's، امتحانات العام الماضي، last year اهي علامة من علامات الماضي، يبقى على طول جبنا ايه؟ الحالة التالتة ايه؟ من اف اهي، would have زائد التصريف التالت للفعل.
منفية بقى مثبتة مش حسب صياغة الجملة، هنا بقى دي هنا منفية اهي wouldn't have but. طيب قال لي تعالوا كمان نلاحظ ان انا ممكن اشيل اف دي واحط بدلها هاد ازاي. تعالوا نشوف، قال لي هنا اف بتيجي بعدها فاعل وبعدين هاد وبعدين مفعول وبعدين ايه الجهة التانية فاعل، قلنا would او could او might زائد الفعل في المصدر. طب قال لي هنا هاد في الجملة هنا تعالوا نشوفها كده، if I had هنا هاد بعدها مفعول، الله مش احنا قلنا ان الحالة التالتة دي هاد بعدها التصريف التالت للفعل، يبقى ديت مش الحالة التالتة من اف، امال دي ايه؟ قال لي هنا لما اعرف افرق بينها وبين زمن الماضي ازاي، مش انا عندي الحالة التانية من اف بتبقى هنا ماضي الفعل في الماضي جنب اف، والجهة اللي بعيدة عنها بتبقى would زائد المصدر، صح كده؟ طيب افتكرتم؟ طيب يبقى انا عندي هنا بفرق بين الحالة التانية والحالة التالتة ازاي، لو هو جاب لي الفعل فيه هاد، لو هو جاب لي الفعل هنا في الماضي مش هاد هي الماضي من هاف وهاز. طيب قال لي هنا اعرف ازاي، ببص اهو هاد بعدها مفيش فعل تصريف تالت للفعل، يبقى عرفت على طول ان دي مش الحالة التالتة، يبقى دي الحالة التانية اهو. if I had enough money لو كان معايا مال كفاية، يبقى هنا هاد ايه؟ هنا فعل اساسي في الجملة معناها يملك او لديه. if I had enough money لو كان عندي او لدي او امتلك money مال I would buy this mobile phone، يبقى انا عشان كده اخترت هنا ايه would زائد ايه المفعل في المصدر. تمام، دي حتة كده عشان نفرق ليه؟ لان انا عندي في الحالة التالتة لازم يبقى فيه ايه had زائد التصريف التالت للفعل، ما هياش موجودة عرفت ان دي الحالة التانية على طول. طيب عندي قال لي ايه، قال لي انا ممكن اشيل had سوري ممكن اشيل اف واحط بدلها ايه هاد، زي ايه؟ انا عندي هنا اف هي هاد تولد اس ايرلي لو هو كان قال لنا من بدري اي وود هاف بين ايبل تو هيلب هيم كان فاتي عرفت اساعده. طيب قال لي انا هنا ايه، خدوا بالكم انا لما باجي اشيل اف واحط هاد بشيل حتى ايه بعملها كانها صيغه سؤال، هاد هي تولد هاد وبعدين جبت هي وبعدين الفعل كانه صيغه سؤال، مش احنا عارفين ان السؤال لما اجي اسال بفعل مساعد بسال فعل مساعد وبعدين فاعل اهي، فعل ده كانه هذا اهو وبعدين هي الفاعل اهو وبعدين الفعل، يبقى هنا نفس الصيغه دي عملناها ازاي، قلنا هاد وبعدين هي وبعدين تولد، هاد هي تولد اس ايرلي لو هو كان قالنا من بدري، بقيت الجمله الثانيه ايه زي بعضها اي وود هاف بين ايبل تو هيلب هيم كان فاتي عرفت اساعده. خلاص ناخد كده ريست كده علشان او بمعنى اصح ناخد شهيق كده ونفوق عشان ندخل على التقيل اللي جاي بقى. انا عايزه افرق بين حاجات اخدناها قبل كده في ثالثه اعدادي مش فاكرينها هنفتكرها مع بعض، هي حالات اف الشرطيه. حالات اف الشرطيه الثلاثه عايزه افكركم بحاجه عشان متعرفوا تيجوا تحلوا تبقوا سهله بالنسبه لكم. قال لي الحاله الاولى بستخدمها امتى، لما بعبر عن مواقف محتمل حدوثها في المستقبل او الحاضر، خدوا بالكم حاله اولى يبقى بتكلم عن مستقبل او حاضر. طيب او اتكلم عن جمل امر ونهي او اتكلم مع جمل تعبير عن الضروره حاجه ضروريه. تمام، طب الحاله الثانيه الشرطيه الثانيه بعبر عن مواقف مستحيل حدوثها او ممكن الا تحدث في الحاضر مش هتحصل. طيب الجملتين اللي بيقولي بيبقوا جملتين في مضارع، فلما باجي احولهم ان انا اتكلم عنهم في حاله الاف بحولهم للايه الحاله الشرطيه الثانيه، ويكونوا هنا الحدث مستحيل يبقى هما الجملتين جايين لي مضارع وعايزه احطهم في شكل اف او الحاله الشرطيه بحطهم في شكل الحاله الشرطيه الحاله الثانيه من اف. طيب حتى لو كانت الجملتين واحده مضارع والاخرى ماضي برضو بستخدم الحاله ايه الثانيه. تمام، طيب الحاله الشرطيه الثالثه قال لي بيجي لي الجمله ماضي بتعبر عن احداث في الماضي، زي قلنا علامه من علامات الماضي يستر داي لاست ياي لاست مانس اي حاجه من دي، شفت علامة من علامات الماضي في الجملة يبقى دي على طول الحالة التالتة من اف، عبارة عن ايه عن افتراض لم يحدث في الماضي او الجملتين كمان جايين لايه في الماضي. تمام، عايزين ناخد بالنا من حاجة ان التصريف التالت لوز وير هو بين والتصريف التالت لهاف هو هاد. طب نركز برضو في الحتة دي unless هناخد هنا اللي هي جزئية important language notes ملاحظات مهمة على جزئية الجرامر دي. بيقول لي هنا انا عندي unless معناها اذا لم، يعني ايه؟ يعني هي النفي بتاع اف وجنب جمله اف ايه منفيه، يعني هي unless دي لوحدها اذا لم. تعال كده نشوف المثال،
عشان تفهموا منه اكتر. unless اذا لم he ran fast اذا هو ما جراش هي نفسها فيها نفي، هي نفسها من غير ما هي جمله نفسها تبقى فيها نفي، هي نفسها معناها نفي. unless he ran fast لو هو ما جراش بسرعه he would miss the bus هيبقى ايه يفقد القطار او مش هيلحق بيه. طب if he didn't run اما اجي احولها بقى unless لجمله if بحولها بحط النفي. if he didn't run لو هو ما جراش fast بسرعه he would miss the bus، يبقى شكلها في unless وشكلها في if بحط فيها ايه نقطه اهي. طيب تعالوا بقى نشوف هنا عندي without، تعالوا نشوفها اول هنا كده في اللي انا كاتباه، عندي without وin case of وbut for، التلاته دول ممكن اشتال if واحطهم مكانها. طيب بس يبقى شكلهم ايه بقى؟ قال لي التلاته دول ممكن يجي بعدهم noun يعني اسم، او without وin case of هما دول الاتنين المختلفين دول بيجي بعدهم ايه ساعات noun او فعل زائد ing، يبقى التلاتة بيجي بعدهم noun لكن الاتنين without وin case of برضو ممكن يجي بعدهم noun وايه وفعل فيه ing، لكن but for ما بيجيش بعدها غير noun بس. تعال نشوف الامثلة عشان تفهم اكتر. without بدون studying، without جا بعدها فعل فيه ing اهو، hard بدون المذاكرة بجد you will fail هتفشل بعد الشر عنكم وعننا. طيب without بدون او but for his cleverness هنا ايه اسم، كلمة الحروف او المقطع ان اي اس اس حولها لايه لنون اسم، يبقى هنا لاما احط بعدها اي ان جي لاما بعدها ايه اسم، لان but for قلنا بتيجي بعدها نون بس ما يجيش بعدها فعل في اي ان جي، خدوا بالكم الحاجات دي عشان في الاختياري. he wouldn't succeed مش هينجح. طيب قال لي كمان تعالوا نشوف المثال بتاع in case of، قال لي in case of emergency للطوارئ call 122. طيب تعالوا كمان نشوف قال لي ان دول بيجوا في الحالة الاولى والتانية بس ما بيجوش في التالتة، اللي هما مين يعني ممكن اشيل اف واحط مين provided، provided ذات خدوا بالكم عشان provide مش من ضمنهم، هنا provided اخرها اي دي، هنا معاها ذات، هنا providing اخرها اي ان جي، يبقى التلاتة دول ممكن بس اللي اشيلهم اشيل اف واحطهم او احط as long as. نشوف المثال I will get high marks هحصل على درجات عالية provided أو as long as I study hard إذا ذاكرت إيه بجد. طيب تعالوا بقى نشوف هنا if it weren't for بيجي بعدها noun اسم يعني بعدين فاعل والجهة التانية would زائد ال infinitive مصدر، يبقى هنا إيه weren't for if it weren't for يبقى دي إيه ده ماضي اهو، وهنا برضو جبنا would وبعدها المصدر يبقى دي الحالة التانية من if، يبقى if it weren't for خدوا بالكم weren't for. طب هنا في الحالة التالتة if it hadn't been for خدتوا بالكم دي الحالة التالتة من if اهو would have زائد التصريف التالت للفعل، يبقى اخد بالي ان انا كلمة زودنا هنا for وهنا for وهنا جبنا weren't for وهنا hadn't been for. if it weren't for doctors وما كانش بالدكتور many people would die ما كانش في دكاتره كانت ناس كتير ماتت، طب هنا without doctors ما هي بتساوي كلمه without، قلنا بدون الاطباء many people would die، يبقى انا عندي هنا ايه if it weren't for بتساوي without تمام. طب هنا if it hadn't been for برضو بتساوي without وبرضو بقيت الجمله عادي، ولكن هنا for his help لكن هنا برضو without his help على طول. طيب تعالوا بقى انا مع بعض نبدا نحل الاسئله ونطبق كل اللي احنا قلناه ده على الاسئله واحنا بنحلها. يقول لي هنا choose the correct answer from a b c or d. اول سؤال معانا if they had had اهو يبقى had زائد التصريف الثالث للفعل اهو another chance they اختار على طول ايه الحاله الثالثه من if would have got. طيب if غاده had walked all the way she would have been. رامي would have been بيتر if he ها had taken، جاب لي هنا المره دي الجمله البعيده عن اف وعايزني اجيب الجمله اللي جنب اف، فاحنا خلاص عرفنا ان دي الحاله الثالثه اهو، عرفنا علاماتها ايه I wouldn't have found، بس لازم وانا بجاوب بترجم يا اولاد بترجم الجمله، بترجم الجمله يعني بقول ايه بحولها I wouldn't have found my wallet انا ما لقيتش ايه، بالذات لما يكون فيها نفي عشان اعرف اختار، لان ساعات ممكن واحنا بنحل الوقت هتشوفوا جايب لي في الاختياري اثبات ونفي لنفس الحاجه، فلازم اشوف انا هختار ايه، هنشوف مع بعض دلوقتي اوريها لكم. I wouldn't have found my wallet مش لاقي محفظتي unless he had helped me، الله اخترنا ليه unless منكم اختار اي حاجه تانية.
اه اصل هنا لما جينا نترجم لقينا اذا لم he had helped me، لو هو ما كانش ايه ساعدني. طب هنا في مين اللي ينفع؟ ممكن اقول اذا، لا اذا لم هو يساعدني يبقى I wouldn't، انا هنا المنفية، انا ما كنتش I wouldn't have found، ما كنتش هلاقي محفظتي اذا هو ما كانش ساعدني. خدتوا بالكم؟ فهنا عشان في الجملة unless نفسها، الكلمة بتاعت unless فيها هي نفسها نفي. if he had arrived at the meeting early، ها كان ايه اللي هيحصل؟ he would have had the chance to meet the boss، كان هيبقى عنده الفرصة ان هو يقابل الرئيس. I wouldn't have come if I had known، if he had frozen food he wouldn't eat، if I had known his address I could have sent. احنا قلنا لا اما would لا اما could لا اما might. If I had seen him yesterday، كلمة جملة yesterday اهي مع ايه؟ مع الحالة التالتة من if. If you had lived، طبعا احنا عارفين ان الاختيار لازم نقرأ الجملة الاخيرة عشان نختار اصلا، بس عشان وقت الفيديو. If people hadn't had enough sleep they would have become ill. طب unless he had followed my advice he would have lost all his money. If you had thrown that stone، ها اللي هيحصل؟ you would have broken the window. He would have grown more crops، برضو عندنا اهو. If he had used، طيب I would have attended the meeting if I had had. If you had given، نفس اللي احنا قعدنا نقوله من الاول اهو. طب what would have happened، طب هنا if the money he had، المال اللي بيمتلكه، had been enough، كان كافي. If he hadn't helped me with some money I wouldn't have been، I wouldn't have found my wallet without being helped، حد ساعدني. being helped قلنا without being بعدها الفعل في اي ان جي اهي. طيب هنا had we gone to the club، طيب if it hadn't been Sarah would have been fitter if 24 بتقول as long as they had the required qualities. طيب اللي بعدها هتبقى if eating healthy food، اخترنا if بعدها فعل، eating healthy food بعدها noun يعني. طب ليه؟ لان هنا حسب المعنى هنقول ايه؟ اذا الاكل الصحي، او ان اكل، اذا اكل ان الاكل الصحي بيكون ضروري، دي ايه؟ دي كانها ايه؟ الحاله الاولى من اف، لانها بتكلم عن حاجه ايه؟ فاكت، حاجه واقعيه، حاجه حقيقيه. اذا الاكل الصحي ضروري انا هعمل ده. طيب بعد كده عندي if it weren't for the Nile، عندي هنا ايه؟ would be، يبقى عشان كده اخترنا ايه؟ if it weren't. الحاله الثانيه، طيب عندي بعد كده if I had my hair cut I would go to the party. if I had been، وهنا اهو الحاله الثالثه اهي من if. بنكمل مع بعض. we are going to start painting the house tomorrow provided it doesn't rain. طيب عندي بعد كده هنا هتبقى unless they ran as fast as they could، لو هم ما جروش، لو هم لم يجروا، زي لو احنا ترجمناها بقى فلم او النفي، إيه زي كود على قد ما يقدرهم يعني، او زي ما هما بيقدروا يستطيعوا، زي wouldn't catch the train، مش هيلحقهم ايه؟ القطر. طيب fill in the space، fill in the space هتبقى how would you feel if you traveled into space، لو انت سافرت في الفضاء for 6 months، لمدة 6 شهور to live on a planet، a planet عشان تعيش في كوكب، and how would you feel، ايه هتشعر بيه if you were told that، لو تم اخبارك you could never return، مش هتقدر ترجع. that is what is planned for people، ده اللي بيتم تخطيطه للناس، who are sent، اللي بيتم ارسالهم to space in the future، في الفضاء في المستقبل. a lot of people، كثير من الناس surprisingly have applied for the missions، they said that، وقالوا their plane is not different from those who immigrated before، اللي هم عايزين يعملوا زي ما تكون هجرة، هجرة يروحوا للكوكب هناك ما عادوش يرجعوا. they also know that their new lives، حياتهم الجديدة، would be difficult، عارفين انهم هتبقى حياتهم صعبة، and that they will probably never see their
كانتريز اجي مش هيشوفوا بلادهم مره تانية. طبعا ايه لو ما لقوش اكسجين فوق ربنا معاهم بقى. طيب the person I admire most is footballer, الشخص او اللي انا بعجب بيه كثيرا هو لاعب كره قدم. he started playing football at the age of 12, بدا يلعب كره قدم في عنده سن 12 سنه. now he is one of the best footballers, هو واحد من افضل لاعبين كره القدم in the world, في العالم. he has scored a lot of goals, حقق كثير من الاهداف for his team, لفريقه. i think if he hadn't been so successful the country wouldn't have given his name to one of the sports clubs, كيش هتدي ايه اسمه او تطلق اسمه على نادي من النوادي الرياضية. he retired, هو متقاعد, from playing football, من لعب كرة القدم. when he was 45, لما بقى عنده 45, after having lots of prizes, بعد حصوله على كثير من الجوائز. many things, كثير من الاشياء we do today, بنعملها الوقت, cause us to put on weight. You should know that you put on weight when you put on more calories, لما بتحط وزنك بيزيد لما بيبقى فيه calories زيادة. after having meals, بعد الوجبات, at restaurants, في المطاعم. there you choose food rich in calories and eat large quantities. if you want to lose weight, لو عايز تخس and be healthy وتبقى عندك صحة, you should eat home made, تاكل من الأكل المصنوع في البيت. food instead, بدلا من ايه بتاع المطاعم. also fresh fruits, الفواكه الطازة. and vegetables, والخضروات. have fewer calories, فيها calories بكمية أقل. which make you lose, بتجعلك weight faster, بتخس بسرعة. above all exercise, بجانب ده كله, التدريب is the perfect solution, هو الحل الأمثل for solving weight problems, عشان حل مشكلة الوزن. it is said that بيقال many people can be effective teachers, but in fact it is more complicated and difficult than many people think, هو أكثر تعقيدا من الناس بتعتقده. there are many qualities, في هناك خصائص أو صفات كتير for effective teachers, للمدرس الكفاءة. they are those who know how to control their classes, دول المدرس الكفء هو اللي بيقدر يتحكم أو يسيطر على فصله. without screaming and don't let the discipline get out of hand, they know their students as individuals, عارفين كل فرد من طلابهم. and treat them with respect only, بيعملهم باحترام. when they are in return treated the same, بيعملهم برضو ايه بالمعاملة بالمثل. teachers, المدرسين, who teach the disabled, اللي بيعلمهم الغير قادرين. must have additional qualities, اللي هم الناس اللي عندهم اعاقه. المدرسين اللي بيعاملوا الطلبه اللي عندهم اعاقه بيعاملوهم بايه بصفات كمان اكثر من ذلك. هنتكلم مع بعض عن اللايف سكيلز. اللايف سكيلز المهارات الحياتيه. اسال عن رايك, اعبر عن رايي, اناقش احداث متتاليه. تعالوا نشوف نعمل ده ازاي. لو انا عايز اسال asking for opinion, عن راي, لا اما اقول what is your opinion about, بشكل صريح رايك ايه في الموضوع ده, او اقول do you think that, هل تعتقد ذلك وليه, why, ولماذا, او اقول what do you think about, انت بتعتقد ايه بشأن about او of, حسب الكلمة اللي جاية بعدها. طب لو انا عايز اعبر عن رأيي بقول in my opinion, في رأيي, او اقول I think, لدي لدي. طيب لو انا عايز اناقش بقى حد في حاجة متسلسلة اقول له the reason that we have, السبب اللي احنا لدينا, وام قايلة سبب ايه, is that, بيكون ذلك, زي ما عندي في المثال بيقول لي هنا the reason that we have, السبب اللي احنا عندنا a computer, is that we can do our work, اللي احنا نقدر نعمل بيه ايه عملنا. طيب عندي كمان ممكن اقول the problem with, المشكلة مع الشيء, is that, بتكون ذلك, او اقول perhaps we should, احنا يجب او shouldn't, يجب ان لا. اخر حاجة معنا في الفيديو general exercises, التدريبات عامة على الدرسين الثالث والرابع سواء الكلمات او الجرامر. السؤال التالي بيقول choose the correct answer, we were just chatting, طبعا بناء على بقية الجملة. I like watching every day, اخترنا اللي ايه لازقة في بعضها هنا. what type, number 4, sorry I can't answer questions about my personal life, حياتي الشخصية او الخاصة. number 5, in this small town it was extreme. طيب عندي بعد كده number 6, are you for or against, انت مع ولا ضد. all the current events, كل احداث الحالية او ما بتحصل يعني, may lead to, تؤدي إلى. if the farmers, lead بتاخد دايما حرف الجر to, if the farmers filled مزارع الفلاحين had
أو المزارعين had got very dry last summer، حصل لها جفاف في الصيف الماضي، he would have irrigated، يرويها. if you had worn، بعد كده Rana would have been a doctor if، إذا هي. طيب had he found، number 12 12، we would have been able to catch the thief if، number 13 without calling me yesterday. كلمة yesterday دي عرفتني ان انا خلاص ايه الحالة التالتة، لان احنا قلنا في اول الفيديو ان لما يكون الجملة فيها علامة من علامات الماضي يبقى على طول الحالة التالتة، would have had. طيب هنا had they not rushed Mona to hospital she would have died. unless he had gone to university he would have gone. اخر حاجه في in the space هيبقى هنا the world population is increasing greatly، بيزيد بشكل رهيب. if this rate of increase in population continues، لو استمر الزياده السكانيه دي، the whole world العالم كله will face famine، هيواجه مناعه، and a lot of people كثير من الناس will die، هتموت of lack of food من نقص الطعام، ربنا يستر. it is a great problem، ده مشكله كبيره، that scientists العلماء do their best بيعملوا افضل ما عندهم to solve عشان يحلوها، they are thinking of using، بيفكروا في استخدام sea water مياه البحر for irrigation للروي يعني او للزراعه، to be able to plant عشان يقدروا او يكونوا قادرين على زراعه more food طعام اكتر، if this happens لو ده حصل the problem may be solved soon، المشكله هتتحل بسهوله. خلصنا مع بعض الفيديو بتاعنا النهارده، دمتم في امان الله.